جدي لأمي مات وترك بيت يقدر ب 2 مليون ما شاء الله. طيب الحمد لله. وأخوالي ستي كتبت ليهم البيت. أخوالي ستي كتبت لهم البيت. طيب المفروض لما مات ستك جدتك لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا ما هو البيت يعني من فترة ما كانش ليه ورق، فلما جم طلعوا ورق كتبت ليهم البيت. وبعدين؟ وبعدين لو إخوالي مش راضين يدوا خالاتي البنات. يعني جدتك جائرة كتبت للبنين ومنعت البنات. تمام. هل لو البنات سمحوها يسقط عنها الوزر؟ ماتت العجوز وموجودة. موجودة. طب تعدل. يعني فعلنا أنت المسحة. أنت ابن مين فيهم؟ أنت ابن امرأة ولا ابن رجل فيهم؟ امرأة. أنت ابن امرأة من المظلومات؟ نعم. طيب كلم جدتك الظالمة. والله يا شيخ فعلنا معها كل المستحيلات. يلا خلاص. السلام عليكم.